مكملين معاكم مشاهدينا بتاني استضافاتنا اليوم لحتى نحكي أكثر عن انطلاقة مهرجان رم بنسخته الثانية يوم غد. طبعا راح نحكي أكثر عن هذا الموضوع اللي راح يعقد طبعا زي ما احنا بنعرف المهرجان مع نقابة الفنانين والهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة الأردنية بحضور عدد من الفنانين ورواد المسرح ومحبي المسرح. راح نحكي أكثر عن هذا الموضوع طبعا مع مدير المهرجان السيد محمد الرفاعي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك بحلة جديدة للمهرجان. منبارك لك أكيد ومنبارك للأسرة المسرحية الأردنية. وعندنا اليوم نتحدث عن شو بميز هذا المهرجان عن المهرجان اللي قبله. يسعد أوقاتكم جميعا. الآن يجب أن نشير بأنه هذا المهرجان قام بمبادرة كريمة من سمو حاكم الشارقة، هو من أسس لهذه الفكرة، وليس في الأردن فقط، نعم، في الدول العربية. نعم. التي لا يوجد لديها. طيب. مهرجان. هلأ بنشرح عنه أكثر، بس خلينا نطلع نشوف برومو ونرجع لكم. كم تسوي لكين يا ماما هذه النار؟ وأنا أنا كان لي بيت حرقته وحرقت حالي وحرقت ابني. أنا قتلت ابني بإيدي. ميدي أنه يهجرك. هل هذا صوت أقدام على الطريق؟ كلا إنها الريح. بل إنه صوت أقدام. لا، سقط ساتر. لا يسقط ساتر عفيفة وهبت حياتها انتظارا لنصر. فدم الشهداء ستر وساتر. دمي ستري وساتري. لم تتغيري وإن دعب الانتظار شكلك وآداك وجها جديدا. أنا وطنك، أنا ساتر. بس الذل المميت، الذل اللي ما بعد ذل، إنك تمارس جميع أنواع الذل الأخرى. في رساماتك تتناول الألوان والأحزان. استغرب، اتحب كل ما فيها. رمان، سواد ما يقال من شعاب مكة، والناس تؤكد رواية غريب وصف عادات نومك مما لا تنكشف إلا على حليل. أنا الشرف يا أبتي، فكيف تشك بي؟ متهمات النساء إلى أن تنجلي الحقيقة. رأيته بعيني. لا أصدق هذا الهراء. ليس هراء، أقول لكم ليس هراء. ليس هراء. لا أفهم، كلما ألقيت الدلو بالبحر امتلأ بالرم. أنت متأكد؟ هو ولا يموت. ملأت سنيني بالعقد. أما إذا كنت تنتظر ولا تفعل شيئا فقياس الزمن يصبح مملا ومقيتا. الزمن يقاس حين تفعل شيئا.
يعني زي ما شفنا البرومو فعلا هيك مشوق متنوع كمان من نحكي المشاعر، فعلا عم نشوف فن أردني. نحن بنفتخر بالمسرح الأردني. نعم. أكيد دكتور، حابين أكثر تحدثنا عن المهرجان بشكل عام وعن هذه الدورة. يسعدك. كما أسلفت بأنه هذا المهرجان مبادرة كريمة كان من حاكم الشارقة. نعم. أسس لهذه الفكرة اللي هو مهرجان وطني. هذا المهرجان رديف لمهرجاناتنا في الأردن. هذا المهرجان يعطي مساحة أوسع للتعامل مع قطاع مسرحي خارج حدود بعض المحددات كما في مهرجاناتنا في الوزارة. يعني من يتقدم للمشاركة في هذه الأعمال ليس بالضرورة أن يكون حاصل على جوائز أو لديه سنوات خبرة متراكمة أو CV. لا، من حق أي شخص أن يقدم عمله لهذا المهرجان، واللجان تقوم بفرز العمل الأفضل والأجود. وكما شاهدنا في البرومو مناطق الأعمال متنوعة، في عندنا مسرح فيه موسيقى وحركة، في عندنا مسرح جسدي، في عندنا مسرح يعتني بالكلمة، مسرح يعتني بالشكل، وهذا يعطي ميزة لكي يكون نوعا ما قابل لأن يتقاسم الناس مناطق رغبتهم ومحبتهم في هذه الأعمال. بكون بهذه الحالة عم بيقدم جرعة مناسبة تقريبا لأكبر قطاع من الحاضرين من الجمهور. نعم، معقول هذا المسرح بيعكس الفنان الأردني أو ببين بيبرز الفنان الأردني؟ لابد. هو الفنان الأردني مجال عمله واسع. نعم. المسرح هو جزء من هذا القطاع. المسرح له نهج وله رؤية معينة، وللمسرح رواد ومحبين. يعني من يتعلق بفن المسرح، نعم، الفن المباشر اللايف، هو الوحيد الفن الذي يجعل المشاهد والممثل معا في نفس اللحظة. نعم. هذا له عشاق في كل دول العالم، وفي هناك طبعا عشاق للسينما والتلفزيون والدراما، كلها مع بعضها بتسوي لنا سلة كاملة من التعامل مع فكرة الفن حاضر بين الشعوب لكي أكيد تتواصل هذه الناس. أكيد. طب دكتور، حضرتك نوهت على المعايير. نعم. التي يتم اختيارها. نعم. نعرف في كثير ناس ممكن حابة تشارك بزي هيك عمل ضخم، في كثير ناس وفرق مشاركة وعروض طبعا. نعم. متنوعة، ولكن ما هي المعايير والأسس اللي انتو بتبنوا كاختيار مثل هذه العروض والمشاركين؟ حقيقة هذا المهرجان مر بأكثر من مرحلة. نعم. المرحلة الأولى اللي هي الإعلان، هذا الإعلان للجميع على من يرغب بالمشاركة أن يتقدم بنصه المسرحي ورؤيته الإخراجية لهذا النص. جميل. وتقدم في هذه المرحلة 21 نص. تمام. في اللجنة الفنية لما بدأت في مهامها وعملها انتقت من 21 10 مشاريع. العشر مشاريع تخضع لمرحلة أخرى تالية، وهي المشاهدة والمتابعة للوقوف على جودة هذه الأعمال. تم فرز مجموعة من هذه الأعمال في المرحلة الثانية، وهي 6 أعمال. طبعا. من العشر أعمال. والمرحلة الأخيرة ظل عندنا 5 أعمال، يعني بدأنا بالتسلسل من 21 إلى 5. كل هذا هدفه أن نبحث عن النوعية الكواليتي، لأن نريد أن نرتقي بفكرة أنه العرض المسرحي يجب أن يكون على سوية معينة لكي صحيح نستطيع أن نتقدم. طيب، خلينا نحكي عن الميزانية اللي حطتوها. نعم. لهاي السنة والأسس والمعايير اللي تم توزيعها. في هذه السنة ارتأينا بأن نوحد الموازنة. في الغالب كانت الموازنة تتراوح ما بين 7 دينار. هذه السنة قررنا بأن تكون الموازنة للجميع هي 9,000 دينار. نعم. نعم. يعني المخرج صاحب المشروع من يتم انتقاؤه لي كي يقوم بعمله يمنح 9,000 دينار. طبعا 9,000 دينار على دفعات. نعم. بدفعة أولى وثانية وثالثة لكي يستمر في عمله في هذا. تمام. طب دكتور، لو نحكي أكثر عن هذا المهرجان وما هو انعكاسه على الفنان الأردني. طبعا نعرف في كثير فعاليات بتنعكس بشيء إيجابي، بشيء بيقوي مثلا ممكن اللي هي الإيمج، اللي هي صورة الفنان، أو بتسلط الضوء على موضوع معين. وفي أشياء مثلا بعض ممكن المشاركات ما تكون كثير قوية، بس زي هيك مهرجان قوي، شو انعكاساته راح تكون على المشاركين وعلى الفنان الأردني؟ لا شك إنه هذا المهرجان هو متنفس حقيقي للتلاقي. يعني يجب أن نأخذ بعين الاعتبار إنه مهرجانات المسرحية هي التي أفرزت ممثلينا اللي هم الآن حاضرين على الساحة العربية. نعم. ونذكر على سبيل المثال صبا مبارك. نعم. صبا مبارك من خشبة المسرح، إياد نصار، منذر الرياحنة، محمد المجالي، أحمد العمري، أسماء. نعم. كثيرة، مش ما أنسى حدا منهم. مكتير. أساسهم مسرح.
صحيح. المسرح هو الفن الوحيد الذي يعطي مساحة أعلى لقدرة التعامل مع أدوات الممثل، ويستطيع من خلال أن يبرز فيما بعد ينتقل إلى شاشة السينما أو شاشة التلفزيون. نعم. الآن وما ننسى كمان بأنه مثل هذه الفرصة في المهرجانات المسرحية تتيح للمشاهد أن يتلقى جرعة مباشرة تقربه من المتعة. طبعا. هذه المتعة لا تحصل إلا غير في المسرح فقط. أكيد. لأن المسرح هو المسافة الوحيدة التي تكون بين المشاهد والستيج، هي مسافة صفر. نعم صح. طب شو العوائق أو العوائق اللي بتواجه الفنان الأردني خلال مسيرته بهذا العمل، أو إنه يشارك أو يقدر يشارك بالفن الأردني؟ شو العوائق اللي ممكن يمرق فيها الفنان الأردني؟ يعني الفنان بشكل عام يجب أن يجد بعض العوائق لكي يستمتع بحل العوائق. نعم صح. كأي مهنة في الحياة هذه العوائق تكون عوائق جزئية وتعطيه دافع إيجابي لكي يتقدم. أكيد. العمل المسرحي عمل مضني وجاد. نعم. عمل فيه اجتهاد. النقطة الرئيسية في عملية المتاعب هي في كم عدد البروفات. نعم. يعني لازم يكون بروفا قبل هو مش بروفا واحد، بروفات. مخرج بروفات. نعم. يعني من بدء، يعني ألخص المسألة بالطريقة، النص مكتوب على ورق لكي يتحول هذا النص إلى مشاهد ومرئي ومسموع يحتاج إلى مسيرة. هذه المسيرة تبدأ من بدء اختياره لفريق عمله وآلية العمل اليوم. يعني عندنا الآن بروفات لغاية 4-5 صباحاً عم بيشتغلوا في المسرح. تمام. وما ننسى كمان أنه مش بس ممثل، بعد الممثل يجب أن يلتحم في العمل العناصر الأخرى. يعني أنت بتحكي من الأولويات الأساسية اللي لازم يعملها الفنان الأردني أنه يعرف الجهة اللي يتعامل معها. لابد أكيد. لابد، لأنه بتعطيه مساحة إنه مشان يعرف هو بالضبط وين رايح في عمله وكيف ممكن يوجهه. يعني لابد. يعني خصوصاً إنه هو لايف. يعني نحن لما نحكي مسرح هو لايف، هي نعم. حتى يعني ليش هي كثرة البروفات، ولازم الواحد طبعاً. ينتقي باختيار الفريق لحتى هذا الإشي اللي راح يشوفه الناس طبعاً. من تمثيل، من مشاعر، من أحاسيس. نعم. يعني هو مو إشي سهل خصوصا كمسرح. يعني نعرف يعني ممكن بعض الاعمال لما تكون مسجله او هيك بكون الواحد ممكن يعمل فيها، بس لما انت تكون لايف قدام ناس بدك تخليهم يحسوا معك بكل مقطع وكل مشهد بالضبط بادق التفاصيل. نعم طبعا صحيح. وما ننسى كمان ان العمل المسرحي عمل مش فردي، عمل جماعي يحتاج الى نعم. كل العناصر من موسيقى الى ازياء الى مكياج، هاي عناصر كلها يجب ان تكون جاهزه في صحيح. هذا العمل، فبالتالي في تضافر للجهود. متعة المسرح بأنه المخرج لا ينفرد في العمل وحده، لا، هو يتعاون مع فريق العمل. هو أيضا يتقسم، هو عندكم بتقسم نعم المكياج مع المخرج مساعد المخرج مهام، بس المخرج زي ربان السفينة هو بالآخر مسؤول عن مسألة نظم هذه تنظيم الجهات. طبعا طبعا لأنه معني في العمل في النهاية. طيب دكتور خلينا نحكي أكثر عن وضع ممكن الفنان الأردني مؤخرا، يعني كيف وضعه بنحكي بالسنين الماضية، وكيف نحن كنحكي ارتقائنا بمجال المسرح الفني. يجب أن لا ننكر بأنه الفنان الأردني كان وما يزال حاضر. أنا بحكي الآن عن الفنان كجهد، الفنان كقيمة، بدليل بأنه الفنان الأردني عندما يحضر في الساحات الخارجية يشكل علامة فارقة. نعم. قد تكون أحيانا ظروف الإنتاج المحيطة هي من ضمن العناصر اللي قد تحد من قدراته في التعامل مع منجز جديد. نعم. إنما الفنان كفنان، وهذه بشهادة دول عربية المحيطة، يشهد بأنه فنان الأردني دائما يمتلك قدرات، وحتى على مستوى الإعلام كمان عندنا إعلاميين مميزين. صحيح. يعني إحنا طاقاتنا الشابة هي طاقات نعتز فيها دائما، وإحنا في نقابة الفنانين دائما نحاول أن نضع الفنان في مصف المنافسة في الدرجة الأولى، وأن يتقدم بنموذجه دائما. هذا النموذج جزء من هدفه في الحياة. نعم. حتى بدي أذكر نقطة أنا، أنه غير برضو السوشيال ميديا كثير ساعدت الفن. لابد. ساعدت فن، وساعدت الكثير من الأمور، بس سهلت على الفنان الأردني وسهلت على الإخراج والسينما وتداول الفكر والآراء بين الناس. هي هذا وضع طبيعي للتطور. التطور هذا اللي عم بيصير الآن خلى مجال الاطلاع يمكن أسهل شوي، الانتشار صار أسرع. نعم. يعني بعكس معاناة الفنان قديما، بس بهون حملوا مسؤولية زيادة.
يعني برضو على الفنان صح. يكون مجتهد باتجاه انه شو الشيء اللي انا لازم اقدمه للناس، كيف احافظ على لباقة ولياقة الفكرة والجودة والجودة. هذه موضوع رئيسي. يعني إذا الميديا متاحة بأن أقدم أنا ما أقدم، بس يجب أن تكون في ضوابط داخلية كفنان لكي أقدم منجز نعتز فيه دائما. طيب شو اللي خلاك تبلش أو تبادر بأنك تبلش بهيك عمل؟ الآن ما هي مش مبادرة، هي مهمة أكثر منها مبادرة. نعم. يعني أسند لي إدارة هذا المهرجان. نعم. من نقابة الفنانية من لجنة العليا. نعم. وهذه مهمة أعتز فيها لأن هي جزء من صميم عملي كمخرج ومدرس في جامعة اليرموك للدراما. نعم. الآن معظم من هو متواجد في الوسط الفني أعتز بأنهم من طلابي وهم حاضرين الآن كنجوم في الساحة المحلية والساحة الخارجية. هذا يكمل مسيرتي في العطاء، لنا مسيرة أكاديمية تدريسية إلى جانبها مسيرة عملية، اثنين مع بعض يتكاملوا لكي نستطيع أن نتقدم خطوة إلى الأمام دائما. طب شو شعورك إذا بتشوف طالبة أنت كنت تدرسها أو طالب كنت تدرسه ودخل معك على المسرح؟ أحكي لك الآن شعوري. شعوري بأنه كل اللي عم بلتقيهم الآن هم طلابي. نعم. جميل. يعني من فترة بالفخر كمان. يعني من يدير معي لقاء في التلفزيون وراء الكاميرا المخرج هو طلابي، من يصور هو طلابي، من يمثل هو طلابي. هون بشعر بأنه أنا رسالتي عم توصل بامتداد الجيل. هذا الجيل هو من يستلم لواء الاستمرار بالفكرة. طبعا شعور كثير متميز بأن تشعر بأنه أبنائك من الطلبة سائرين على خطاك والتقدموا في خطوات. هذا يشعرنا بأنه الأمور بخير ونطمئن دائما. الحمد لله. يعني منفتخر فيك دكتور وبأعمالك، وإن شاء الله طبعا دائما تلاقوا النجاح الباهر، ونحن أكيد طبعا قدام العالم العربي كله وقدام العالم منفتخر بالمواهب الموجودة عندنا من ناحية الفن. وعم نشوف زي ما تفضلت ببداية الحلقة أنه فعلا في أسماء كبيرة أردنية صارت عالمية كمان، مو بس عربية وبتزايد كمان. فالحمد لله على هذا الشيء وبجهودكم كمان إن شاء الله يا رب. حسكم دائما ومتابعتكم إن شاء الله هي كلها تكمل بعض المسيرة. أكيد. يعني نشكرك على وجودك معنا اليوم، وإن شاء الله طبعا أنا بتلاقوا صدى ونجاح باهر إن شاء الله بهذا العمل. وتواصلوا وتواصلوا راح تتفاجئوا إنه كمان في وجوه إعلامية دخلت مجال المسرح. جميل. أكيد طبعا. نحن أصلا عم نشوفها. هي إشارة راح نشوف الآن، هي إشارة بأنه هناك كمان استقطاب جديد لعناصر جديدة في المسرح، وهذه كمان نقطة إيجابية. هو بحس الإعلام والتمثيل لهم علاقة. منطقتهم متقاربة. حتى الدراسة، يعني الدراسة اللي عم ندرسها إلها كثير بالإخراج والسينما والتمثيل. عليه أن يؤدي والممثل يواجه عليه أن يؤدي. طبعاً في مناطق مشتركة. أكيد. شكراً لك دكتور. شكراً. وبالتوفيق إن شاء الله. يسعدك. شكراً لك. شكراً.